الإدارة العامة للدفاع المدني أبو ظبي إضافة جهازين لسيارات مقدمة الحوادث. الجهاز الأول NDT لتحديد موقع المبلغ، ويعمل على نظام سرعة الاستجابة لنقل كافة المعلومات من غرفة العمليات إلى قائد المركبة. يعطيك إحداثيات بموقع الحادث بالضبط وين مكانه موجود في أسرع وقت ممكن للوصول إليه. الجهاز الثاني هو نظام التحكم بالإشارات الضوئية، وهو يعمل على إعطاء الأولوية لمركبات الدفاع المدني في التقاطعات المرورية. أضافت الإدارة العامة للدفاع المدني أبو ظبي نظام الإنذار في الحالة الطارئة، مما يسمح لمركبات الدفاع المدني بإرسال تعليمات واضحة للسائقين عبر الجهاز الراديو الخاص بهم حول افساح الطريق لمركبات الدفاع المدني، مما يساهم في تقليل زمن الاستجابة والارتقاء بالمستوى الشرطي. افسح الطريق، خلفك سيارة للدفاع المدني.